أنا سعيد جداً 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 بتواجدي في الدار البيضاء. ثانياً نطلق معاً هذا المساء مسرح المغرب كتجربة رائعة تأتي لتبني على نجاحات مسرح مصر ومسرح السعودية. مسرح مصر أطلقناه بالتعاون مع الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، ثم مسرح السعودية، واليوم نطلق مسرح المغرب مع صادق الصباح وعبد الله دودين، وهلا سنعلن عن اسماء المشاركين. شو اهميه اللي عم بيحصل اليوم؟ اولا عدنا تحديث شبه بناء وتحديث سينما ريالتو اللي هي جزء من التراث الثقافي في بلاد المغرب وفي تحديدا في الدار البيضاء. ثانيا هذه تجربه تنقل المسرح وجمهوره النخبوي الاليتيست الى الجمهور الواسع عبر التلفزيون او الماس ميديا. هشام جباري مخرج مسرحي والمدير الفني والمنتج الفني المنفذ لمشروع مسرح المغرب. مسرح المغرب هو واحد المشروع او واحد التصور فني، الهدف ديالو هو انه تستثمر في واحد المجموعه ديال الشباب اللي تيمارسوا المسرح، اللي عندهم تكوين مسرحي، اللي عندهم واحد الابداع، واحد الحس فني مسرحي، تستثمر فيهم في واحد الفضاء معين في مدينه معينه في واحد الفتره طويله من الزمن، على اساس انه يقدموا عروض مسرحيه بشكل منتظم بشكل اسبوعي للجمهور. اول حاجه بعدا لي واعره فهاد المناسبه هي كملي كتشوف سينما ريالتو. ميكرو ديالي اجي. ملي كتشوف سينما ريالتو الحمد لله انا بدات عاوتاني كتنتعش مره اخرى، وانا غادي يكون فيها حويجات. هذا بعدا نقطه كتحسب القناه ام بي سي او الشركه المنتجه، ما عرفتش اكزاكتومون شكون اللي جاتو الفكره، مي اون توكا كتحسب سميتو. مسرح المغرب بطبيعه الحال ابو الفنون، الا ما عندناش مسرح ما كاين والو. دونك نتمنوا ان بطبيعه الحال عبد الله الديداني يعطينا خليه مسرحيه ونعاودوا نشوفوا ثاني مسرحيات كثار ونشوفوا مسارح ويتزادوا قاعات، لانه كاينين قاعات الحمد لله اليوم في المغرب. خاص تكون مبادرات بحال ما هكا. شوف هذا هو هنا فين كيبان ان التلفزيون اليوم خاصو فلوس باش دير التلفزيون. انا فرحان بزاف، سمعت باقي ما عرفتش شنو هو يعني اللي كاين ديال مسرح المغرب. فوالا دونك يا اون رينوفاسيون ان شاء الله ديال لو سينما ريالتو، وحنا فرحانين بزاف ان شاء الله، نتمنى يكون هادشي في المستوى. جي كندير نجي باش نتفرج الدراري صحابي، حيت هادو كاملين كنعرفهم صحابي، وديجا مسرح المغرب واحد البروجي واعر، بروجي زوين اللي دخل المغرب. وبغيت نقول لهاد الدراري هادو اللي زعما كي سون دي زارتيست، بون كوراج، والله يعاونكم، وان شاء الله غادي يعطيو الكلمه ديالهم عما قريب وغادي نشوفهم، حيت دراري واعرين بزاف.